قام عمال قطاع الصحة وعمال بلدية أولاد ميمونة لنهار اليوم بتركيب ممر التعقيم للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بالعيادة متعددة الخدمات بأولاد ميمون. الجزائرية للبيئة والمواطنة الإنسان بالشراكة مع حالية اليقظة لمكافحة وباء كورونا وبالتمويل مؤسسة ميدغار أندستري عملية تقديم ممر للتعقيم التي كانت قد استفادت بهذا الممر بدعم من طرف شركة ميتيغاف. هذه العملية أشرف عليها كل من رئيس البلدية ومدير المستشفى بمشاركة خلية اليقظة والمتابعة لفيروس كورونا، بسم الله وبحضور الرحمن الرحيم. جميع نشكر بلدية أولاد ميمون وعلى رأسها السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي والأعضاء المجلس الشعبي البلدي على هذه المبادرة الحسنة، كما لا نخص بالذكر وكذا عمال الصحة الجوارية هنا، وباسمي وباسم عمال جميع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بولاد ميمون بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا ممر التعقيم، ونشكر الجميع على مجهوداتهم وعلى تعاونهم. هذه المبادرة جاءت للوقاية وحماية جميع عمال قطاع الصحة والمواطنين وعلى رأسهم الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين الذين يجازفون بحياتهم ويواجهون الخطر كل يوم من أجل السهر على حماية وخدمة المواطنين والمرض. الخالية على هذه المبادرة دفعت شيء جميل لهنا المؤسسة المستشفى والأعضاء اللي شاركوا في هذا الصنع هذا الممر، كما نشكر منظمة باش تكون هذا الممر ان شاء الله. هذه كبدايه لولاد ميمون، احنا كمجتمع مدني نطلبوا من جماعه اصحاب الدراهم يزيدوا يمولوا هذه الجماعه باش نزيدوا ممرات اخرى، ولما لا نديروا في كل مسجد، نديروا في المؤسسات ان شاء الله. عندنا السامباك، عندنا لابوست، عندنا باش ان شاء الله. والنداء نتاعنا، النداء نتاعنا الحقيقي هو للمواطن، المواطن البسيط انه يلتزم البيت، يعني الدوله حلت المحلات ماشي باش نخرجوا كامل ونشرو كامل القش، حنا شتنا في الحوانيت انه كاين نون كومبرومون، حنا ماذا بينا المواطن يلتزم البيت، يخرج للضروره. نتمنى من الشعب الجزائري كامل والكاع البشريه جماعه نطلبوا ربي يرفع علينا هذا الوباء. امين يا رب. ونطلبوا ان شاء الله من الشعب الجزائري يلتزم الحجر الصحي. الازمه لبلديه اولاد ميمون، قدمنا هذا الممر خدمة للمؤسسة الاستشفائية، هو خدمة للمؤسسة وخدمة للمواطن، وهي كبداية نشاط لهذه الخلية، نشاط يفيد المجتمع، وإن شاء الله تكون عندنا نشاطات أخرى. وبالذكر يعني بعض المواطنين، يعني ماشي الكل، بعض المواطنين لحد الآن يستصغروا من هذا حجم الوباء. ننصحكم باللي هذا وباء خطير 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 جدا، وهذا فيروس لا يرى بالعين المجرده، والمريض لا يرى، وهناك العديد من المرضى لا تظهر عليهم اوكين سيري، يعني لا يوجد عندهم اي اعراض المرض، لكنهم ناقلين للفيروس. هذا هم الخطر، هذا هم اللي يشكلوا خطر على المجتمع. كاين هناك فئه من المجتمع خاصه الشباب يكون حامل للفيروس لكن لا تظهر عليه اي اعراض المرض. ننصح الجميع بالالتزام بقواعد الحجر الصحي، فائده الاسره تاعهم والابناء تاعهم، وفائده لكل المجتمع الجزائري. وشكرا.